هاي، كيفكم؟ اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. اليوم عنا فيديو كواليس، فيديو كليب. فاليوم نازلين عند بينكي من غيرها، فحنصور عندها فيديو كليب وهي حتكون مشاركة بالفيديو كليب. فحصور لكم كل الكواليس. هلا انا لبست عليه، حفرجيكم على الاوتفيت كله بس نطلع لبرا. وقبل ما نبلش الفيديو ما تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب، وروحوا تابعوا حسابي هون على الانستغرام. فيلا ليتس جو. جبنا الميك اب تعمليها انه رح نتاخر نص ساعة. ومثل ما شفتوا نحن وصلنا على المحل وبلشوا هنا التصوير فوق، وانا وخالتي نور هون عم نتفتل وقعت. المهم انه نزلنا كتير صور حلوة على انستا. شو بتقولي لهم؟ نزلنا صور كتير حلوين، مش صور، ستوريات. كمان حننزل صور كتير حلوين. ها بنصور انا وياك، شو رأيك؟ اوكي، ف هلا عم نتفتل وقصص، وكمان حينزل ريل كتير حلو. ف stay tuned. اوكي، مبينين نحن؟ ما راح يبين بيت. هلا خليت الملكات خلص. يلا وهول بتاخذهم معي؟ ايه ايه، نزيحهم من عندكم بليز. او ماي كافيه. خلصني منها يا الله. ما هو هون، يعني هون يا دكتور، يعني فجأة بتبيعتي. انا مش هديش قصدي، عم بقول فجأة بتبيعتي بالتليفون يا دكتور، ما عاد في تجي تحطي على دينتي. اوكي، يعني ما هو بدك تحكي لما بتحسي انه بدك تحكي مع ماما، بتحكي معها وجهي. اوكي، لما بتقولي لها يا ما خلتني نور دكتور اسناني. اوكي، يلا يلا يلا، جاهزين؟ جاهزين. يلا 1 2 3 4. اشترينا كتير اشياء. بعد فيه باي. او ماي جاد، اشترينا كتير اشياء حلوة. ان شاء الله برجع بفرجيكم عليهم. هسكر و يس، هلا رجعين على البيت. هيك بيكون خلص الفيديو اليوم. كيفك يا مليكة؟ انبسطتي بالتصوير؟ انا عندي الوان. نحن كثير انبسطنا واشترينا قصص بتجنن لشتوية. نزلتها على التيك توك. ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب. كمان ححط لكم هون هيدا الريل، ححط لكم ربعه. روحوا على الانستغرام واحضروه كامل، اوكي؟ يلا.